المشاهدون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي أكد التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية فيما يلي الأمن والنظام المدني الديمقراطي الذي تفضي إليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع، مشيرا إلى أن العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كاف. وشدد سيادته خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد أمس باستاد كادوغلي، شدد على تساوي كافة المواطنين في الحقوق والواجبات السياسية دون إقصاء لأحد. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور الهادي إدريس بمكتبه أمس سعادة السفير محمد إبراهيم السادة سفير دولة قطر بالخرطوم، وثمن دور بعض الجهات فيما يتعلق بتحقيق السلام في دارفور وإقامتها للمشاريع الاستثمارية والخدمية والمساعدات الإنسانية للنازحين. وأوضح سيادته أن دولة قطر تسعى لتعزيز العلاقات السودانية القطرية والارتقاء بها في كافة المجالات. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك أجار خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس سفير مصر لدى الخرطوم، أكد حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية مع القاهرة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات. وأثنى سيادته على الجهود المقدرة التي تبذلها مصر لتجاوز الأزمات السياسية في السودان عبر تحقيق التوافق بين المكونات السياسية. وأوضح السفير المصري أن اللقاء أكد على أهمية إحياء هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بما يعزز العلاقات بين الشعبين الشقيقين. أكد عضو مجلس السيادة الفريق والركن ياسر عبد الرحمن العطا خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس وللخرطوم المكلف الأستاذ محمد عثمان حمزة، أكد اهتمام الدولة بتأهيل الدور الإيوائية ورعايتها للأطفال فاقدي السند وتوفير كافة المعينات اللازمة حتى تطلع بدورها كاملا تجاه هذه الفئة، والعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات للأطفال فاقدي السند بالصورة المطلوبة. وأكد الوالي حرص الولاية على تأهيل الدور الإيوائية وتوزيع الأطفال حسب متطلبات المرحلة العمرية وتقديم الخدمات المطلوبة لهم. ثمن والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله الدور المتعاظم الذي تقوم به الطرق الصوفية تجاه نشر الدين وقيمه السمحة في المجتمع. جاء ذلك خلال مخاطبته أمس الاحتفال السنوي للطريقة السمانية بمنطقة الكريدة بمناسبة زيارة الشيخ الفاتح البرعي. وقال الوالي إن الزيارة تجيء تزامنا مع القرارات السيادية بخصوص محاربة المخدرات، داعيا مشايخ الطرق الصوفية والمريدين إلى نشر التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات. المشاهدون الأعزاء، قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والبرامج يمكنكم متابعتنا على صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.